السلام عليكم. هذا الفيلم يتضمن الجواب الشامل عن السؤال الذي حير الجميع في المغرب، عن السؤال الذي حير المغاربة، ألا وهو أين الثروة؟ أتساءل باستغراب مع المغاربة، أين هي هذه الثروة؟ وهذا الفيلم هو تكملة للفيلم الأول الناجح حول الثروة المعدنية والذي يقترب من المليون. في هذا الفيلم سنتكلم عن أهم باقي الثروات، ومصادرنا هي الدولة المغربية نفسها ومواقع وزاراتها. هل كنت تعلم مثلا أن وزارة الطاقة والمعادن المغربية وقعت عقد إنتاج الغاز بحقل طنجرة ولمدة 25 سنة مع شركة بريطانية؟ واليوم درنا الاتفاق الأولي مع صوند إنرجي اللي هما اكتشفوا الغاز على مستوى المنطقة ديال فيكيك في تندرارة. هذا الحقل الحدودي مع الجزائر عبارة عن بحر من الغاز، ملايير الأمطار المكعبة. سنتحدث عن هذا الحقل بالتفصيل بالإضافة إلى البترول المؤكد في المغرب، وكذلك شرح علمي لسبب عدم استخراج هذا البترول. لماذا المغرب لا يستخرج البترول رغم احتوائه على أكبر احتياطي في العالم من هذا النوع من البترول؟ النفط هذا يختلف عن الصخر الزيتي في الأردن مثلا وفي مراكش في المغرب. لا تتفاجأ، سنشرح كل شيء بشكل علمي وبالتفصيل وبالمصادر. كل هذه المعلومات هي معلومة موجودة في مواقع وزارة الطاقة. نحن كشعب نتفاجأ عندما نسمع هذه المعلومات، لأننا كشعب لا نعرف بلدنا ولا نتابع ما يهمنا، ونتابع فقط ما لا ينفعنا. فتستفرد مافيا الفساد بالثروة التي لا نعلم عنها نحن أي شيء، في حين هم يعلمون عنها كل شيء. سنتكلم كذلك في هذا الفيلم عن الفوسفات وعن الثروة السمكية وجريمة الصيد في أعالي البحار التي وزعها الحسن الثاني على حاشيته تحت شعار لكم المال ولنا الرقاب. ومن هم هؤلاء بالأسماء؟ نريد بعض الأسماء. لأن تعطاتهم هاد الهيبات هذه هكاك، علاش؟ لأن الملك بغى. وسنتكلم عن جريمات مقالع الرمال كذلك وغيرها من الثروات. الجميع في المغرب يتساءل أين هي هذه الثروة، لكن السؤال الأهم هو أين تذهب هذه الثروة؟ أما الثروة فمتوفرة وبكثرة، نراها بأعيننا، وكما شاهدنا في فيلم الذهب والفضة السكان المجاورون للمنجم يموتون في حين الثروة تؤخذ من دوارهم. إذن الثروة موجودة ونراها، لكن أين تذهب هذه الثروة؟ كل ما يخص البترول والغاز في المغرب شرح علمي موثق ومفصل. الغاز. في الخبر الاقتصادي أعلن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن أن الاختبارات أظهرت نتائج إيجابية لبئر الغاز الطبيعي. الغاز والبترول في المغرب موضوع غامض يوجد الكثير من الكلام حولها، لكن لم أجد فيديو يوضح هذا الموضوع تماما ومن كل الجوانب. تشاهدون في هذا الفيديو المغرب السادس عالميا في احتياطات البترول، لكن أرقام جعلت المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا في المادة. تشاهدون أيضا المغرب يسبح فوق بحر من الغاز. نبدأ بالغاز الطبيعي والذي بدأ إنتاجه بداية 2019. ملاحظة، الغاز الطبيعي ليس هو غاز البوتان، غاز البوتان يستخرج أثناء تكرير النفط. أما الغاز الطبيعي فيستعمل في صناعة وإنتاج الكهرباء، ولا يضغط في أنابيب ولا يتحول إلى سائل كغاز البوتان. مثلا عندما تشتري بوتا كما نسميها فإنك تحس أن بداخلها سائل، هذا السائل هو عبارة عن غاز البوتان الذي عندما يضغط يتحول إلى سائل. أما الغاز الطبيعي الذي نتكلم عنه والموجود في قطر وفي الجزائر والآن في المغرب، فهو لا يضغط ولا يصبح سائلا إلا إذا تم تبريده لدرجة 161 درجة تحت الصفر. كما أن الغاز الطبيعي مثل البترول، يعني المال، يعني قطر. كل العز الذي تعيشه قطر من وراء الغاز فقط. والغاز في المغرب يعني شركة ساوند إنرجي، والتي أكدت أن المغرب ابتداء من سنة 2019 يمتلك 90 عاما من استهلاكه الحالي. المغرب كم لديه من الغاز المكتشف؟ أولا حقل طنجرة على الحدود مع الجزائر، 5 مليار متر مكعب مؤكدة، وقد تم التوقيع على استغلالها مع الوزارة رسميا
والفيديو الذي تشاهده الآن هو من الحقل بالضبط. أما التقديرات الغير مؤكدة والتي ظهرت في الاختبارات الأولية فتشير إلى 250 مليار متر مكعب، وتم التوقيع رسميا العقد مع الحكومة المغربية بتاريخ 17 شهر 9 2018. تم التوقيع لاستغلال حقل تندرارة لمدة 25 سنة، والمصدر موقع الوزارة في الوصف. شاهد بنفسك المصادر ولا تصدقني. الحقل يقع بين المغرب والجزائر، وتلك النقطة. تندرارة عبارة عن بحر من الغاز كذلك. المهم، حقل تندرارة يملك المغرب 45% منه فقط، و55% تملكها شركة ساوند إنرجي المنتجة للغاز. الشركة المنتجة خصصت مبلغ 184 مليون دولار لإنشاء مصنع ومادة أنابيب لشحن وتصدير حصتها من الغاز نحو أوروبا. الحقل الثاني، الصويرة، حقل سيدي المختار باحتياطي 12 تريليون متر مكعب من الغاز. استحوذت شركة ساوند إنرجي على 75 من الأرباح و 25% فقط للمغرب. زوروا المصادر بأنفسكم واستمتعوا، ستشعرون بالصدمة. الحقل الثالث، لالة ميمونة بين الرباط والقنيطرة 7 آبار باحتياطي 13 مليار متر مكعب. الحقل الرابع، الغرب 20 مليار متر مكعب. أن الاختبارات أظهرت نتائج إيجابية لبئر للغاز الطبيعي في امتياز سبو بمنطقة الغرب بمعدل تدفق للغاز الطبيعي بلغ 140 ألف متر مكعب للغاز يوميا، وسيبدأ الإنتاج في نهاية يونيو المقبل. وكل هذه الحقول في شمال المغرب فقط، ولا حديث عن الجنوب، لا معلومات رسمية متوفرة. والخطير كذلك أن حقل تندرارة والصويرة وهم الأهم، تعتقد الشركات أنه حقل واحد يربط بين المغرب والجزائر، وهذا يعني إما أن تتفق الدولتان على حل له، أو ستندلع حرب بكل أنواعها بين البلدين. ننتقل للبترول. هناك الكثير من حقول الغاز التي ذكرناها ذات طبيعة بترولية، وقد يصل فيها إنتاج البترول إلى 30 ألف برميل يوميا، لكنه رقم ضعيف جدا. كما قلت لكم، الجزائر تنتج يوميا 2 مليون برميل، وإيران 4 ملايين برميل يوميا. البترول في المغرب متوفر بكثرة، لكن نوعيته مختلفة. فالبترول التقليدي يسهل استخراجه بأقل تكلفة، تحفر بئر تجد ضغط جيد جدا، يصعد البترول في وجهك. هذا قليل جدا في المغرب، ما عدا هذه التوقعات في حقل حوض مازاغان، والتي تقول الشركة الأسترالية فيدا إنرجي أنه الأكبر في كل إفريقيا. وكانت الشركة الأسترالية بورا فيدا إنرجي قد أعلنت أن المغرب يحتضن ثروة نفطية هائلة، متحدثة عن حقل في المياه العميقة في حوض مازاغون يضم احتياطات لا تخل عن 30 مليار برميل نفط، سيكون هو الأكبر في أفريقيا. إذا تأكد ذلك فشيء رائع. يعلنون ربما فقط الاحتياطات المتوقعة بالنظر لحجم الصخور الزلزالية وخزان النفط والغاز، لكن في الظرف الراهن لا أعتقد أن هناك اكتشافات ثابتة. هل انتهى الكلام عن البترول العادي؟ نعم، لكن المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا في احتياط البترول الصخري، ولديه احتياط يقدر ب الأرقام تقول إن منطقة السواحل الطرفية تختزن في باطنها احتياطات ضخمة من الزيت الصخري تصل إلى 50 مليار برميل، بينما تختزن منطقة الأطلس المتوسط 42 مليار طن. أرقام جعلت المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا في المادة، فيما أبحاث تنقيب متواصلة عن مزيد من الاحتياطات في باقي المناطق المغربية. السادس عالميا يا حبيبي، وقابل للإنتاج وينتج، والمصانع شيدت. مستقبل واعد ينتظر صناعة الزيوت الصخرية في المغرب، بعد أن تحدثت تقارير لشركات عالمية مختصة عن وجود احتياطات هامة من المادة في المملكة المغربية. وفي هذا الإطار شرعت مجموعة سان ليون البريطانية التي يوجد مقرها في إيرلندا، شرعت في إقامة مصانع لها قرب مدينة طرفية جنوب المغرب لاستغلال الصخور النفطية في المنطقة المغربية الصحراوية. النفط الصخري هو عبارة عن نفط يستخرج بالحفر الزلزالي الأفقي لإنتاجه من تحت الصخور، تخلخل التربة وتخلخل الصخور، ينساب عبر الشقوق النفط. هذا يختلف عن الصخر الزيتي في الأردن مثلا وفي مراكش في المغرب. الصخر الزيتي في الأردن هو عبارة عن صخور قد تشبعت بمادة هيدروكربونية تسمى كيروجين، تحتاج إلى تكنولوجيا مختلفة لإنتاجها، ولكن قابلة للإنتاج، بدليل أن الرمال القطرانية في كندا تنتج بنفس التكنولوجيا. الرمال القطرانية وإن كان اسمها رمال قطرانية إلا أنها رمال تصلبت وأصبحت كالصخور.
بحر شمالا وجنوبا تتوسع عمليات التنقيب عن مصادر الطاقة في المغرب، ومعها يستمر تباعا ظهور مؤشرات إيجابية على وجود كميات من النفط والغاز في نحو 400 بئر. توالى خلال الشهور الماضية إعلان شركات الطاقة عن نتائج متفاوتة، فعلى سبيل المثال أعلنت شركة ساوند إنيرجي البريطانية عن اكتشافات كبيرة من الغاز في منطقة تندرارا قرب مدينة فقيق شرقي المغرب على مساحة تتعدى 14,000 كيلومتر مربع، ويقدر المخزون المكتشف بنحو 20 مليار متر مكعب مع قابليته للاستغلال التجاري. ننتقل للثروة السمكية والجريمات. الثروة السمكية تجاوز فساد المخزن البار ليصل إلى البحر. يلاحظ جل المتسوقين أن السمك في المغرب ليس في متناول جميع الفئات، أو حتى الفئات الوسطى لا تستطيع الوصول إليه دائما. ارتفاع في الأثمان وعرض يفوق الطلب حسب آراء بعض المواطنين والباعة. بالنسبة للسمك متوفر ولكن ثمن شوية طالع. فمعدل استهلاك المواطن المغربي للسمك سنويا لا يتعدى 3 كيلوغرامات، وهذه شهادة القناة الثانية. صعودا في بعض الأوقات إلى 25 درهما للكيلوغرام الواحد، ما يجعل المغاربة لا تتجاوز كمية استهلاكهم لسمك السردين كيلوغراما واحدا سنويا. وتكفي جولة في الأسواق لمعرفة الواقع البئيس لاستهلاك السمك في المغرب. 260 300 دريال 400 دريال فهمتي. انا كنهضر على اسمي ديالي، انا خدم في الدوله 21 عام و6 شهور ديال السيرفيس، خداو لي 1200 درهم 4 دراري كاري وصافي. ودير لي حساب انت شحال ياكلوا ديال السردين في الشهر، واش ناكلوا السردين بوحدو ولا خبز؟ اسعار السمك في المغرب جد مرتفعه، لكن السؤال المحير هو اين تذهب ثروه البلد من السمك؟ المغرب ربما البلد الوحيد في العالم الذي يطل على المحيط الأطلسي وعلى البحر الأبيض المتوسط، ويمتلك 3500 كيلومتر من السواحل، كما يحتل المغرب المرتبة الأولى عربيا والسابعة عشر عالميا من حيث إنتاج كميات الأسماك حسب إحصاءات رسمية لسنة 2014، ينتج ما يفوق 1,350,205 أطنان، ويمتاز بأنواع وفيرة وكميات هائلة من الثروة السمكية. عائدات هذه الثروة تصل تقريبا إلى 3 مليار دولار سنويا، لكن أين تذهب؟ هناك جهات تستولي على حصة الأسد من السمك وتبيعه بالخارج، لا تدفع ضرائب ولا رسوم ولا هم يحزنون. بواخر عملاقة في أعالي البحار من أكادير إلى الجنوب لها شبابيك للصيد تمر على الأخضر واليابس، تتقاسم الغنائم فيما بينها، بينما الشعب المغربي محروم من ثروته السمكية ولا يحق له التكلم عن هذا. هناك شخصيات مدنية وجنرالات مستفيدين بشكل كبير من عملية الصيد، يستفيدون من جريمات الصيد في أعالي البحار. أعطاهم إياها الحسن الثاني هكذا فقط لأنه يريد، لأن تعطاتهم هاد الهيبات هذه هكاك. علاش؟ لأن الملك بغى. مواطنين من الدرجة الأولى، مثلا الجنرال الراحل عبد العزيز بناني، لا نعرف هل ورث ورثته هذه الرخص. الجنرال حسني بن سليمان يجول بنت أبي، عضو سابق بالبوليساريو، فالوطنية ليست بالمجان. نحن وطنيتنا بالمجان، أما هم فلا. وغيرهم من الجنرالات والأسماء الذين يعتبرون مواطنين درجة أولى، كل هذا يعتبر رشوة لكل هؤلاء من أجل شراء ولائهم وتأييدهم وسكوتهم. أما أبناء الشعب مواطنين الدرجة الثانية فلهم زروطة. وهنا ننتقل مباشرة إلى الأحداث الدامية التي وقعت في سيدي إفني، يوم أن قام شباب المنطقة باعتراض شاحنات المحملة بالسمك، وطلبوا على الأقل بأن يكون لهم نصيب من الشغل، لأنهم يروا أن ثروتهم السمكية تنهب ولا يستفيدون حتى من الشغل. فتم التنكيل بهم. خرجت الداخلية بكل بساطة لتعلن عبر إعلامها بلغ آخر لوزارة الداخلية هذا اليوم أكدت فيه أن قوات الأمن لم تقم خلال تدخلاتها في سيدي إفني بأي مداهمات للمنازل أو رشقها بالحجارة أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة، وصفة ما ورد في تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تلفظ القوات العمومية بألفاظ نابية وساقطة بأنها مجرد مزاعم الهدف منها تأليب الساكنة واستمالة عطفها. في أن قوات الأمن لم تقم خلال تدخلاتها في
ربما لا تعرف الدولة أن الهواتف مزودة بكاميرات عالية الجودة توثق كل شيء. نعم، إنها كلمات صيد في أعالي البحار التي يملكها مواطنون الدرجة الأولى. ويبقى السؤال، لما يقتطع جزء من الثروة الوطنية العمومية ويعطى لمواطن دون آخر؟ ما الفرق؟ لما في الدول المتقدمة يأخذ الجنرال راتبه فقط ويتقاعد ويصبح مواطن عادي بعد ذلك؟ بل حتى رئيس الدولة يلقى نفس المصير، ببساطة لأنها دول المؤسسات ليس شبه دول. مقالع الرمال. أيضا بالنسبة لهذه الثروة، تم منح العديد من الجريمات لخدام المخزن ليستمتعوا بهذه الثروة وحدهم دون باقي المواطنين. بدأ العمل الآن بدفاتر التحملات، لكن الرخص لم تسحب ممن لا يستحقها. إذن لا يزال اقتصاد الريع قائما. احنا ما استفدناش، لا استفد بها اخرين، استفدوا بها البراني. جاونا الثروة، احنا ما عارفينهاش، احنا قلنا الرملة راه شادة لينا الارض، نحيدوها باش نديروا فلاحة. ومن حيدنا لقيناهم هما كيسدوا فيها فلوس صحيحة وحنا والو، شدينا 50,000. كذلك جريمات النقل المهمة. أتكلم عن جريمات الحافلة الكبرى والتي تعطى لمواطنين الدرجة الأولى وللموالين فقط. كانت حكومة بن كيران تنادي بتغيير هذا الوضع في بدايتها، في بداية تقديم الوعود للشعب، لكنها تراجعت كما تراجعت عن كل باقي الوعود، ولم يتم سحب أي جريمة من أي شخص لا يستحقها. هذا قبل أن يستفيد بن كيران بنفسه من 7 ملايين ريع شهريا. الفوسفات. أكد خبراء دوليون أن المغرب مؤهل لتغطية حاجيات العالم من الفوسفات ل700 عام باعتباره المصدر الأول لهذا المعدن. إنه الفوسفات. الفوسفات الثروة الأهم عالميا، بل ستتجاوز قيمتها حتى النفط. وإذا كنت تظن أن هذا الكلام غير صحيح، يمكنك مراجعة المصادر بنفسك من الروابط في الوصف. المثير في الأمر أن النفط ثروة تملكها عدة دول، أما الفوسفات فيملك بلد واحد فقط 80% منها. ذاك البلد هو المغرب. فيا ترى لما لا يستفيد الشعب المغربي من هذه الثروة، ولما لا يستطيع مراقبتها بشكل جيد؟ أين تذهب هذه الثروة؟ أين تذهب؟ أتساءل باستغراب مع المغاربة، أين هي هذه الثروة؟ ولاستفاد منها جميع المغاربة، أم أنها همت بعض الفئات فقط؟ ما هو الفوسفات؟ الفوسفات ثروة باطنية تستخرج من باطن الأرض، تنتج منها عدة مواد مهمة جدا جدا جدا، بحيث أنه لا يمكن للعالم العيش دون هذه الثروة. أين يوجد الفوسفات؟ يوجد من 20-30% من الفوسفات، أي ثلث هذه الثروة، في عدة دول أهمها الصين. أما المغرب فيملك وحده من 75-80% من هذه الثروة، أي الثلثين. والمفاجأة هو أن المغرب يستطيع تزويد العالم بالفوسفات ل700 عام قادمة، 7 قرون. تخيل معي، تخيل. أي أنه مستقبلا قد ينفذ الفوسفات من كل العالم، وسيكون المغرب هو البلد الوحيد الذي يسيطر على إكسير حياة العالم. فقد أكدت دراسة أمريكية أن الفوسفات سيصبح في السنين القادمة أهم من النفط، وسيصبح الثروة الأولى بالعالم من حيث الأهمية. فلا يمكن إطعام أفواه البشر دون الفوسفات، كما أن المجاعات تعني الحروب. فلما كل هذه الأهمية التي يحظى بها الفوسفات؟ ولما سبق وقلنا أنه أكسير الحياة؟ استعمالات الفوسفات. انطلاقا من استخدامات الفوسفات، نعرف لما هو مهم لهذه الدرجة. يستخدم الفوسفات في كل شيء تقريبا. مثلا يستخدم عنصر الفوسفور المستخرج من الفوسفات في الصناعات التعدينية والحربية والطبية والغذائية والخزفية والنسيج. كل هذه القطاعات تتوقف تماما إن لم يكن هناك فوسفور، والذي يستخرج من الفوسفات الذي يسيطر عليه المغرب. إذن المغرب يسيطر على هذه الصناعات. أكرر، كل هذا في الفوسفور الذي يسيطر عليه المغرب بنسبة 85%.
وسيصبح قريبا هو المنتج الوحيد لهذه المادة في العالم. نعم، الفوسفور يسمى إكسير الحياة. لماذا؟ لأنه مهم جدا لحياة أجسامنا ونباتاتنا وحيواناتنا وكل الكائنات على سطح الأرض، لأن الفوسفور هو العمود الفقري للحمض النووي DNA لجميع الكائنات. ببساطة، لا يوجد فوسفور لا توجد حياة، إنه إكسير الحياة حرفيا، وهو يدخل في تركيب كل الكائنات الحية. ولهذا السبب يذهب معظم الفوسفات المستخرج إلى صناعة الأسمدة لزيادة مردودية المحاصيل الزراعية لإطعام ملايير البشر على سطح هذا الكوكب. هل تظن أن الزراعة التقليدية بمنتوجها الضعيف سوف تلبي حاجيات العالم؟ لكي نحصل على إنتاج كبير جدا يجب أن نستعمل الفوسفور، الفوسفات والأسمدة التي تستخرج منها. لكن الفوسفات لا يحتوي فقط على الفوسفور إكسير الحياة، بل تستخرج منه آلاف المواد والمعادن النادرة جدا والثمينة وبعض العناصر المشعة كذلك. ومن بين هذه العناصر يوجد اليورانيوم، والذي لا يمكن الاستغناء عنه أبدا فيما يخص الصناعة والطاقة النووية. اليورانيوم منتج جانبي فقط، حيث يمكن الحصول عليه أثناء تحويل الفوسفات إلى حمض الفوسفور. وتحتوي قامات الفوسفات الصحراوية على 200 جرام من اليورانيوم في كل طن. إذن من يسيطر اليوم على إنتاج اليورانيوم سيسيطر كذلك على الطاقة النووية والأسلحة النووية في العالم، لأن اليورانيوم هو أهم مادة في هذا المجال. أهمية الفوسفات، انطلاقا مما ذكرنا وهو جزء بسيط فقط، نستنتج أن من يملك ويسيطر على هذه المادة هو الأقوى على الصعيد العالمي. يسيطر على الفوسفور مثلا، إذن إنه يسيطر على الأمن الغذائي للعالم، وهذا أصبح معروف. المغرب يسيطر على الأمن الغذائي للعالم. إذن أنس، المغرب قادر على دعم سلة الغذاء العالمي لسنوات طويلة بفضل صناعة الفوسفات ومشتقاته. ناهيك عن المواد التي تستعمل في المجال الطبي والدوائي وغيرها من المجالات، هذه أمثلة فقط. الفوسفات والمال. يباع الفوسفات المغربي حاليا ب 340 دولار للطن، أي ما يعادل 3500 درهم للطن، ويصل في بعض الفترات إلى 4500 درهم للطن. يقول المغرب أنه ينتج سنويا 30 مليون طن، ويفكر في الانتقال إلى 40 مليون طن سنويا. وبعملية حسابية بسيطة، 30 مليون طن مضروبة في 3500 درهم تساوي 105 مليار درهم، أي ما يعادل 11 مليار دولار. هم يقولون أنهم ينتجون 30 مليون طن بالسنة، ضرب في ثمنه الحالي يعطينا 11 مليار دولار. فهذه عملية حسابية مبسطة، لكن هل هذه الأرقام صحيحة؟ هذا ما سنتحقق منه بشكل أدق بعد قليل. لكن قد يربح المغرب أضعاف هذه الأرقام لو أنه عوض بيع المواد المستخرجة من الفوسفات للدول الصناعية لتصنع منها تزيينة منتجات نستوردها بثمن أغلى من الفوسفات. لو أن المغرب استطاع على مدار سنين مضت تأسيس شركات تستغل توفر هذه المادة في البلد ثم تستعملها لصناعة تلك المنتجات، لما كانت هناك بطالة في البلد، ولكانت أرباح المغرب فلكية من هذا المجال. لكن المغرب لم يستطع تصنيع حتى زيت الزيتون، فمعظمه يعصر بطرق تقليدية ويباع بثمن بخس، فما بالك بالفوسفات. كما أن هذه الدولة لا يستطيع الفلاح فيها أن يحصل على الأسمدة بثمن بخس أو مجانا، بل معظمهم لا يستطيع شراءها أصلا، وبالتالي فلاحة وفلاح وحياة زي الزفت كما يقول المصريين. وهذا الكلام حسب صحف عالمية. إذن نحن لا نستغل هذه الثروة بشكل صحيح، لأننا دولة غير صناعية، بل دولة لا ترغب في أن تصبح صناعية، لأن ذلك يقتضي وجود سوق حر وديمقراطية في البلد، وهذا ما لا يستطيع المخزن تقبله. الشعب لابد أن يكون فقير، الفقراء يدخلون الجنة. من يريد أن يعيش سعيدا فليموت. يقول المخزن أن عائدة الفوسفات سنة 2015 وصلت 47 مليار درهم فقط، لكننا قبل قليل قلنا حسب عملية حسابية بسيطة أنها يجب أن تكون 105 ملايير. قد نكون قد أخطأنا، لكننا لسنا وحدنا من يقول ذلك، فصحف عالمية كذبت المكتب الشريف للفوسفات والمخزن، فمثلا صحيفة نورثرن مينر المتخصصة في المعادن
قالت أن الأرقام الرسمية التي يعلنها المكتب الشريف للفوسفات ما هي إلا كذب على المغاربة، لأن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير. كما يتهرب المسؤولين المغاربة من إدراج الشركة الشريفة للفوسفات بالبورصة لكي تبقى الأرقام سرية، لكن هل تعتقد أن الأمر يقتصر على الكذب فقط؟ السؤال كذلك، أين ذهبت عائدة الفوسفات منذ اكتشافه إلى اليوم؟ لا احتياط نقدي، لا تعليم قوي، لا تحول في البلد حصل؟ حسنا، سنحاول الإجابة عن هذا السؤال. الفوسفات والماضي. الفوسفات منذ سنين مضت ومنذ الاستقلال كان ضيعة المسؤولين الذين نهبوا هذه الثروة، فعوض تسييرها لتنمية البلد اهتموا فقط بتنمية أرصدتهم البنكية، وهذا شيء معروف، فقد كان يتصرف هؤلاء وكأن الفوسفات ملك لهم دون الشعب، فالأسفار والحفلات والخدمات كلها كانت على حساب المكتب، وحتى الموظفون الأشباح بالمئات، موظفون يأخذون أجور خيالية وهم في الحقيقة لا وجود لهم. عندما احتاج المخزن للمال أكثر أزاح الفاسدين وأتى بأشخاص جدد. كان المدراء السابقون للمكتب ومنهم مراد الشريف كسالى لدرجة أن الفوسفات ظل بثمن 40 دولار 400 درهم لعقود عشرات السنين، والفوسفات بثمن بخس جدا. كما قلنا، عندما احتاج المخزن للمال أكثر أزاح الفاسدين. تم تعويض مراد الشريف بمصطفى التراب الذي نودي عليه من واشنطن، حيث كان يشغل منصبا رفيعا بالبنك الدولي، وبفضل هذا الرجل قفز سعر الفوسفات من 40 دولار إلى 300 دولار في سنة واحدة، من 400 درهم إلى 3000 درهم للطن في سنة واحدة. ماذا كان يفعل المسؤولون السابقون؟ يبيعون الفوسفات ويأخذون أمواله دون اجتهاد أو في رغبة في تطوير هذا المجال، لكن هل تمت محاسبتهم؟ أبدا. كما قلنا، تم تعيين مصطفى التراب، تعيينه من طرف الملك. الشعب لا يستطيع مراقبة هذه المؤسسة، هنا يأتي دور المخزن، ونعرف أن الفوسفات مسيطر عليه بشكل كامل من طرف المخزن. وإلى الآن رغم تعيين مصطفى التراب ما يزال الغموض يحوم بهذه المؤسسة. تستعمل الدولة حاليا الفوسفات لمواجهة بعض الأزمات المالية داخل البلد عند الضرورة فقط، لكن هناك جيب المواطن لإصلاح التقاعد وغيره. عدا ذلك، فإن ما يستفيده المواطن هو قالب سكر وقرعة زيت بالنسبة للسكان المجاورين لمناجم الفوسفات، والذين يموتون بسبب التسمم تموت ماشيتهم وأبناؤهم وصحتهم دون أي تعويض، وهذا واضح، بحيث أن المدن التي بها الفوسفات عوض أن يجعلها المكتب الشريف جنة ويحقق بها التنمية ويعوض المتضررين، تجد تلك المدن مهمشة لأقصى الحدود. القوى مرض التنفس وهشاشة العظام لا تنتهي بسبب ما يقولون إنها غازات سامة ناتجة عن استخراج مادة الفوسفور. تجيني السخفة وسناني بسبب نصيبي ولا هقايا، ومني تخرج الغاز تنسد عليا في الدار. السكان الغاضبون من الوضع أخرجوا الأوراق التي تثبت تعرضهم للتسمم والمواد المسرطنة. الإنصاف والمصالحة ديال ديوان المظالم ديال المدير العام. أمام رب المواشي فيقولون إن التلوث أتى على الأخضر واليابس، فلم تعد المواشي صالحة للبيع ولا لبنها صالح للشراب. لو كنتم بنديل هنا فيه الغاز راك شتي هذيك اش دار لي لها السنين ديالها، تشمت في هذه المزيودة هنا كنعطيها التبن ديال هنا وتشرب الماء ديال هنا، السنين ديالها دغمسو ديتها خطرتي للسوق اللي فرها كيزيد في حالته ما يعطينيش فيها ريال. وللبحر نصيب من التلوث، ثلاثة مسالك للتخلص من نفايات عوادم الفوسفور التي تحتوي مواد سامة مثل سلفات الكبريت. مثلا آسفي، والتي يعيش سكانها الفقر والتهميش والبطالة والمرض. هذا هو نصيب الشعب من ثرواته. سبيطار دول المستوى،
السبيطار كنعاود نقولها دول المستوى، ما كاين لا عنايه ما كاين مدينه مهمشه مدينه محتقره. لماذا أعيش في مدينة غنية بمواردها المعدنية وبمواردها البشرية لكن سكان المدينة يعيشون ظروفا مأساوية؟ إنها مدينة مهملة، مدينة مهمشة. نحلم بوطن رائع وببلد متقدم وبمؤسسات شفافة. نعم، قد لا نعيش لنرى هذا الوطن بأعيننا، لكننا نسعى بوسائلنا البدائية والبسيطة ونكافح من أجل تحقيق ولو جزء بسيط من هذا الحلم. في نهاية هذا الفيلم، هذه هي الثروات الموجودة في المغرب، لكن السؤال أين تذهب؟ ببساطة تهرب للخارج، ينهبها الفاسدون، تسير بشكل تافه بحيث لا نستفيد منها.